هنروح بقى دلوقتي مع حضراتكم لمحافظه اسكندريه. طبعا احنا عارفين اسكندريه والصيف اسكندريه بيكون عامل ازاي. في لفته جميله جدا من مواطن من ابناء اسكندريه، راجل قرر ان هو يفرح الناس اللي ما عندهمش فلوس كفايه ان هم يصيفوا. الناس نفسها تصيف لكن ما عندهمش الامكانيات، فالراجل عمل ايه يا جمانه؟ الراجل فتح الفيلا بتاعته عشان يستقبل الناس تروح تصيف هناك بالمجان. صحيح. الفيلا بقى فيها قد ايه يا شاذلي وعباره عن ايه؟ الفيلا فيها 50 سرير وبيسمح لكل شخص انه يتواجد 3 ايام بس عشان يدي فرصه لغيره ان يجي ويستمتع بالمصيف وبجمال اسكندريه. خلينا نتابع التقرير ده نرجع لحضراتكم على طول. أصوات الأطفال وهم يلعبون ويقفزون في حمام سباحة ملأت أرجاء فيلا في الإسكندرية فتح أصحابها أبوابها مجاناً لاستضافة من يرغبون في قضاء إجازتهم الصيفية بميزانية محدودة. بدأت فكرة المصيف المجاني، إن كنا قاعدين كأسرة السنة اللي فاتت كنا بنبصين على المصايف والأسعار اللي هي يمكن بدأت تكون غالية بالنسبة للمصايف، فكنا بنفكر ان الناس الايتام او الناس بسيطه الدخل لو عايزين يجوا يصيفوا فيقدروا يعملوا ايه. احنا المكان كبير شويه، بدانا ان احنا نكون جت من هنا الفكره، فبدانا ان احنا نكون بنظبط المكان ان احنا نستقبل 50 شخص نقدر ان احنا نكون بنستضيفهم السنه اللي فاتت. قرر سعيد عادل وعائلته توفير 50 سريراً للذين لا يستطيعون تحمل تكاليف استئجار محل إقامة لقضاء المصيف. المبادرة هي مش واقفة على يعني مش على حد معين، هي المبادرة لكل الناس بكل الفئات بكل الأشكال بكل الألوان. احنا لما بيجي الشخص احنا ما بنعرفوش الشخص ده منين، الشخص ده قادر ولا لا، الشخص ده مسيحي ولا مسلم، الشخص ده مش بنعرف اي حاجه غير ان احنا بناخد صوره البطاقه من الشخص للامان، ولو جمعيه بناخد منها جواب ومختوم من الجمعيه ان هو جايب المجموعه بتاعته جايين يقعدوا يوم اتنين ان احنا بنستضيفهم عندنا. ويوفر أصحاب الفيلا السرير الواحد لمدة 3 أيام فقط للسماح للآخرين بالاستمتاع بهذه الفرصة. سمعت عنها عن طريق صحابي وجيت هنا مع صحابي وعيلتي يعني، وجينا هنا وبالمجان يعني من غير مقابل، وجينا ولقينا الدنيا حلو وبيرحبوا بينا حلو وكان في ألعاب يعني والبسين حلو والكورة حلوة والدنيا زي الفل يعني. أنا استغربت بصراحة إن البيت مفتوح لنا بدون مقابل وبسين، والعيال فرحت جداً، ربنا يعوضه. المكان مفتوح للجميع بغض النظر، لكن الأولوية للأيتام والعائلات المحتاجة والأولى بالرعاية. طبعا الفكرة دي يعني مش أي حد يقدر ينفذها إلا إذا كان واحد حاسس بالناس فعلا، يعني بجد لفتة جميلة جدا من الشاب الجميل المحترم ده انه يعمل حاجة زي دي باللي يقدر عليه. يعني هو الراجل اتبرع باللي عنده بامكانياته وفتح المكان لكل الناس اللي عايز يجي، ومحدد كمان اقامة ما تزيدش عن 3 ايام فقط عشان افواج. وزي ما شفنا الناس مبسوطة، الناس فرحانة بوجودهم هناك، وبيقولوا كمان في خدمات وتسهيلات. صحيح. في المكان. صحيح. انت عارف يا شاذلي وانا بتفرج على التقرير أنا بفكر في الأسرة اللي خرجت وربت شاب زي ده. صحيح. اللي قدرت إنها تخلي شاب واضح إنه هو ميسور الحال وإنها أسرة ميسورة الحال إنه هو يفكر في غيره، مش حتى بس يفكر في غيره إنه هو يطلع مساعدة أو يساعد حد كده بشكل عشوائي، لا هو يعني خصص بيت كبير زي ما تابعنا مع حضراتكم في التقرير إنه يخدم عائلات كتير جدا، 50 سرير يخدم عائلات على مدار موسم الصيف. لا ومحدد يعني عامل كمان نظام انه 3 ايام عشان في اسر كتير تقدر تستفيد، وزي ما تابعنا كمان اراء الاسر اللي كانت موجوده انه في خدمه جودتها عاليه جدا وانه النظافه كمان كويسه جدا. وبالمناسبه هي فكره انه مكان بيت يستقبل هذا العدد موضوع صعب مش سهل يا شاذلي، ده استهلاك للمكان نفسه ولازم يكون في خدمات ولازم يكون في قائمين على نظافة المكان وان هم حتى يقدموا وجبات حتى لو بسيطة. الموضوع مش سهل خالص، ده غير حتى لو هنتكلم بقى في استهلاكات المكان نفسه، ما هو بني آدم ما بيروحش مكان يستخدم البيت اللي هيقعد فيه كمبيت فقط،
ده ناس قاعده 3 ايام يعني محتاج كهرباء، محتاج ان هو ياكل، صحيح. محتاج حاجات كتير جدا. فانا بالنسبه لي انه يبقى فيه الخير ده موجود والوجه الله، فعلا التجاره مع الله دي يا شاذلي يعني ملهاش ثمن. في حاجات بجد ملهاش ثمن، بس لما انت تبقى مدركها ومدرك اهميتها وعلاقتك بربنا دي، صحيح. يعني انا بالنسبه لي الفيديو ده ممكن او التقرير ده ممكن يعني ممكن تكون احلى حاجه حصلت النهارده بالنسبه طبعاً لي طبعا بكل تاكيد. طيب.